ليس هذا كل شيء. في رد فعل منهم حصلت تظاهرة لأهالي مناطق السياحي أمام دائرة زراعة بابل، وذلك بسبب إصابة أغلب مزارع العنب بأمراض مما تسبب بخسائر كبيرة بحقهم. انت احمد نصر؟ احنا شجار عمي، ما ظل عندنا لا زرع لا مشمش لا عنب، هذا زرعنا وشوفوا ميت كله، واحنا نطلب مساعدتكم ومروتكم. اي والله، ها اول مره يجي المرض ابويا، هذا بس اول نوبه يجينا هاي المرض، قبل بساعه ماكو هيك عمي. اي والله كيمياء ودي شغلنا وكيمياء، واحنا انطلبنا عليها الزرع بذرات وضيم، واحنا نطلب مروتكم. كيمياء يريد فلوس، ابو السماد يريد فلوس، منين نجيب لهم؟ ما عندي لا راتب عندنا وكل شيء، ما عندنا بس على عنبات وعلى الله. هاي هي ما قرني وش في مرض؟ ها هو هذا تمرض مدري به